مرحبا رضا اغريس، كاتب العام للفندق بارسيلو نقابه الجي تي ام. اليوم كما كتعرفوا ان التاسف اللي تعرضت ليه الاخت ديالنا والمناضله ديالنا في فندق بارسيلو، شنقولوا ما هذا التاسف يندى له الجبين بالنسبه لهذا الشيء اللي وقع لهذه السيده هذه. علاش؟ ان السيده في مؤهلات اللي هي تبارك الله انها قاريه ماشي انسانه اللي وتتعرض للتاسف بدون ادنى سبب. انه السيده كتدخل من الكونجي ماترنيتي ديالها كتلقى بلا ان البوست ديالها عامر، مدير عندنا انه اجنبي ما كيفتحش مع الحوار، ما انها ادنى مشكل ما دارتوش، ما عندها ما عمرها واخدت شي ميزابي او شي خطا جسيم من هذه الناحيه هذه. هكا كنلقاو هذا السيد شنو مالها ما مالهاش، ما عجبتنيش، كيفاش ما عجبتكش؟ هكا ملي كنهضروا معاه وكنفتحوا معاه باب الحوار، انا تيقول لك انا هكا، انا هو المدير، انا هو الريسبونسر، ندير اللي بغيت، انا الناس حطوني في هذا الوطن ندير ما عجبني. حنا كان من هذا المنبر هذا اننا كنناضلوا من اجل الحق ديالنا ومن اجل الكرامه ديالنا، وشكرا. هذا الشيء اللي كاين.